بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس، مع درس جديد من دروس الرياضيات، وهو ضرب عدد عشري في عدد كلي مكون من رقمين. وقبل ما نبدأ درسنا النهاردة لازم ناخد الدرس اللي احنا خدناه في سنة رابعة اللي هو الضرب في رقم واحد، نراجع عليه وبعد كده نشوف الضرب في عدد مكون من رقمين. خدنا لو عدد زي كده 4 و25 من 100، عايز أضربه في 3. الضرب في عدد مكون من رقم واحد زي ما احنا عارفين بضرب رقم رقم، مفيش اي مشكلة فيها خالص. اضرب 5 في 3 يديني كام؟ 15. يبقى 5 ومعايا الواحد. ما ينفعش اضيف الواحد على الاثنين زي ما احنا فاهمين، لازم اضرب الاول وبعد كده اضيف، لان لو ضفت وضربت يطلع العدد خطأ، النتيجة تطلع خاطئة. اضرب 2 في 3 6 1 7. 4 في 3 يديني 12. العلامة العشرية بعد كام رقم هنا؟ بعد رقمين. اعد بعد رقمين من اليمين واحط العلامه العشريه. يبقى الناتج عندي 12.75 او 12.75. نشوف مساله ثانيه. 62.4 ضرب 6. زي ما احنا متفقين هنضرب رقم رقم اهو، 4 في 6 اديني 24، يبقى 4 معايا الاثنين. اعتبر العلامة العشرية او الفاصلة مش موجودة خالص، وبعد كده في الاخر احطها في الناتج النهائي. 2 في 6 يديني 12، و2 معايا يبقى 14، يبقى 4 ومعايا الواحد. اضرب 6 في 6 36 ومعايا واحد، يبقى 37. اشوف العلامة العشرية او الفاصلة بعد كام رقم؟ بعد رقم واحد، يبقى احطها بعد رقم واحد. ده كان الدرس اللي هو في ضرب في رقم واحد، وكنا لازم نتعرف عليه قبل ما اخد الدرس بتاعي اللي هو ضرب عدد عشري في عدد كلي مكون من رقمين. تعالوا نشوف مع بعض كده الوسيله اللي قدامي. عندي 3.25 من 100، عايز اضربها في 53. نبص على الوسيله معايا. ادي عندي زي ما احنا متفقين، ادي العلامه العشريه او الفاصله اهي مكانها بين الثلاثه والاثنين. 3.25 من 100 عاوز اضربها في 53، طب اعمل ايه؟ اعتبر العلامة العشرية او الفاصلة دي مش موجودة خالص، وهضرب واحطها في الناتج النهائي وهنشوف ازاي. متفقين ان انا هضرب الاول في الاحاد اللي هو الثلاثة، هضرب العدد اللي فوق كله في 3. يبقى 3 في 5 ب15، يبقى 5 ومعايا الواحد. 2 في 3 6 ومعايا الواحد، يبقوا 7. 3 في 3 ب9، انا كده خلصت من الاحاد خالص. هضرب في العشرات اللي هو الخمسه. طب لما اجي اضرب في العشرات زي ما احنا خدنا قبل كده في ضرب عدد صحيح في عدد صحيح مكون من رقمين، اكن العلامه مش موجوده خالص، احط صفر تحت الاحاد عشان انا هضرب في الايه؟ في العشره. يبقى 5 في 5 ب25، يبقى 5 ومعايا الاثنين. 2 في 5 10 ومعايا 2، يبقى 12، يبقى 2 ومعايا الواحد. 3 في 5 ب15 ومعايا انا واحد، يبقوا 16. بعمل ايه بعد كده؟ هجمع دول. اقول 5 + 0 تنزل الخمسة. 7 + 5 = 12، يبقى 2 ومعايا الواحد. معايا الواحد بقت 9، 9 + 10 واتنين 12، يبقى 2 ومعايا الواحد. حطيته على الستة بقت 7. والواحد الأخير ينزل. طب نشوف العلامة العشرية هنا هتتحط فين؟ أشوفها في العدد الأصلي محطوطة في قد إيه؟ بعد كام رقم؟ من اليمين. بعد رقمين من اليمين يبقى أشوف الناتج الأخير وأروح حاطط العلامة بعد رقمين من اليمين. اهو نشوف كده الملاحظه معايا اهو. انا اعتبرت ان مفيش علامه عشريه خالص وضربت عادي خالص الضرب بتاعي، وبعد ما خلصت الناتج النهائي اشوف العلامه العشريه بعد رقمين، يبقى احطها هنا بعد رقمين. يبقى تتحط فين؟ بين الاثنين والاثنين، يعني مكانها هنا. يبقى الناتج 172.25 من 100. وده هو درسنا النهارده، ونبدا ناخد مسائل عليه. بيقول لي 4.265 او 4.265 من 1000، عايز اضربها في 34. زي ما احنا اتفقنا قلنا هضرب رقم رقم، واعتبر العلامة العشرية ديت او الفاصلة اكنها مش موجودة خالص، وفي الناتج النهائي هحطها زي ما شفنا في الوسيلة دلوقتي. اضرب في الاربعة، يلا معايا خطوة خطوة. يبقى 5 في 4 ب20، يبقى 0 معايا الاثنين. 6 في 4 24 ومعايا 2، يبقى 26، يبقى 6 معايا الاثنين.
2 في 4 8، احط عليهم 2 يبقى 10، يبقى 0 ومعايا الواحد. 4 في 4 16 ومعايا 1 يبقى 17. انا كده انتهيت من اول خطوه في المساله، ان انا ضربت في الاحاد، فاضل اضرب في العشرات. واحد شاطر يقول لي ينفع اضرب في العشرات اقول 3 في 5 ب 15 احط الخمسه هنا؟ هل لو انا عملت كده يطلع الحل صح؟ طبعا شايف الناس شطار بتقول لي لا الحل كده يطلع خطا. ليه؟ لان انا لو ضربت في العشرات المفروض اسيب مكان الاحاد فاضي، يا اما اسيب مكانه فاضي يا اما احط تحته صفر. طب اللي فوق ده كله خلاص اعتبر الخطوه الاولى دي انتهت عشان ما تلخبطش نفسك. ابدا اضرب في العشرات. تعال اما نشوف كده، انا هضرب دلوقتي في العشرات. يبقى 5 في 3 15، يبقى 5 معايا الايه؟ الواحد. 6 في 3 18 ومعايا 1 يبقى 19، يبقى 9 معايا الايه؟ الواحد. 2 في 3 ب 6 ومعايا 1 يبقى 7. و3 في 4 12. تعال نجمع دول كده ونشوف هيطلع الناتج كام. ادي الصفر ينزل، 6 زائد 5 يديني 11، يبقى 1 ومعايا الواحد. احط الواحد على الصفر هو الواحد، و9 يبقوا 10. يبقى صفر معايا الواحد. 1 و7 8، احط عليهم 7 يبقوا 15. يبقى 5 معايا الايه؟ الواحد. دي بقت 2 ومعايا 2 يبقوا 4. الواحد الاخير ما فيش حاجه يتجمع عليها فبينزل العدد زي ما هو. طالب شاطر يقول لي العلامة العشرية احطها فين؟ او الفاصل احطها فين؟ اشوفها الاول هي موجودة فين؟ اهي. موجودة بعد كام رقم؟ ادي رقم 2 3. يبقى اروح جاي في الناتج اعد ثلاث ارقام، ادي 1 2 3 واحط العلامة العشرية. يبقى الناتج كام؟ 145 و10 اجزاء من 1000. تعال نحط العلامة العشرية مكانها. ونشوف مسألة ثانية. بيقول لي 6 و48 من 1000 عاوز اضربها في 45. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان انا بضرب الاول في الاحاد، اعتبر نفسي بضرب في رقم واحد مفيش اي مشكله خالص. اقول 8 في 5 يبقوا كام؟ 40. برافو عليكم. يبقى صفر ومعايا الاربعه. اقول 4 في 5 20 ومعايا 4 يبقى 24، يبقى 4 ومعايا الاثنين. طبعا زي ما احنا عارفين ان صفر في اي حاجه بصفر، يبقى الاثنين تنزل. وهضرب 6 في 5 يديني 30. كده انا انتهيت من الاحاد اللي هي الخطوه الاولى. اعمل ايه؟ برافو، هضرب في العشرات. واحد هيقول لي هضرب 4 8 في 4 ب 32 يبقى اكتب هنا الاثنين. اقول له طبعا خطا، زي ما انا لسه قايل من شويه ان انا ما دام هضرب في العشرات لازم احط صفر تحت الاحاد. اضرب بقى براحتك. يبقى 8 في 4 او 4 في 8 يبقى ب 32، 2 ومعايا 3. 4 في 4 زي ما احنا عارفين 16 ومعايا 3 يبقى 19، 9 ومعايا الواحد. 0 في اي حاجه زي ما احنا فاهمين بصفر، ويبقى الواحد ينزل. وهضرب 6 في 4 ب 24. وفي ملاحظه لابناء الطلبه مهمه جدا، وانت بتضرب حط كل رقم تحتيه الرقم اللي هيتجمع عليه عشان لما تيجي تجمع ما تلخبطش نفسك. في بعض الناس بيكتب الاعداد ويرحل الاعداد دي كده ويجي يجمع خطا. ليه؟ لانه ما حطش كل رقم تحت الرقم بتاعه. لكن لو انا حطيت كل رقم تحت الرقم اللي هيتجمع عليه يبقى انا كده سهلت على نفسي المرحله الاخيره ان انا هجمع. يبقى ادي الصفر هينزل، 4 و2 يبقوا 6، 2 و9 يبقوا كام يا حلوين؟ برافو عليكم 11. يبقى 1 ومعايا الواحد، الصفر ده بقى 1، واحد عليه يبقوا كام؟ 2. 3 و4 يبقوا 7، والاثنين الاخيره تنزل. فين العلامه العشريه او الفاصله؟ اهي. بعد كام رقم؟ 3 ارقام. اهو 1 2 3. يبقى احط العلامه العشريه بعد كام رقم؟ بعد 3 ارقام. هتتحط فين؟ اهي. يبقى الحل يطلع عندي كام؟ 272 و160 جزء من 1000. طب هل ممكن مسائل الضرب دي يجيب لي عليها مسائل لفظيه؟ عشان لما نيجي احنا ناخد مسائل لفظيه على الضرب اعرف احلها بسهوله. اهم حاجه اعرف المساله اللفظيه هل هي ايه بالظبط، هل هي ضرب ولا لا.
لما يقول لي اذا كان ثمن كيلوغرام من التفاح 8.5 دينار، اوجد ثمن شراء 35 كيلوغرام من نفس النوع. نشوف المسألة الثانية. بيقول لي إذا كان ثمن كيلوغرام، يعني كيلوغرام واحد من التفاح ثمنه كام؟ 8.5 دينار. أوجد ثمن شراء 35 كيلوغرام من نفس النوع. طبعا أنا عارف إن لو مديني ثمن الحاجة الواحدة وعاوز ثمن كذا حاجة تبقى دي مسألة ضرب. يبقى الحل بتاعي أنا هعمل إيه؟ هضرب دوت في دوت، وهو ده الناتج اللي هيطلع عندي في الآخر. يبقى ثمن شراء 35 كيلوغرام إن أنا هضرب الاتنين في بعض. 8.5 ضرب 35. هنضرب الأول زي ما احنا متفقين في الرقم الأولاني. يبقى 5 في 5 25، بقت العملية بالنسبة لي مفيش فيها مشكلة. يبقى 5 ومعايا الاتنين. 5 في 8 أو 8 في 5 يديني 40، ومعايا 2 يبقوا 42. كده أنا انتهيت من الضرب في الآحاد. أروح أعمل إيه؟ برافو عليكم، أحط صفر وهضرب في العشرات. وعشان ما تلخبطش نفسك شيل اللي أنت عملته من الخطوة الأولى، أو اكتبه برقم بقلم رصاص وامسحه عشان لما تيجي تضرب في الخطوة الثانية ما تفتكرش إن في عندك حاجة مترحلة من الخطوة الأولى. هضرب 5 في 3 ب 15، يبقى 5 معايا الواحد، 8 في 3 ب 24، 1 ب 25. هنعمل ايه؟ هنجمع. ادي الخمسه تنزل، 5 و2 7، 4 و5 9، والاثنين الاخيره تنزل. احط العلامه فين؟ برافو عليكم، اشوف هنا العلامه فين؟ اهي بعد رقم واحد، يبقى احطها فين؟ بعد رقم واحد. يبقى الناتج عندي كام؟ 297.5. يبقى روح قايل له ما تنساش تكتب التمييز بتاع المسألة. ثمن شراء 35 كيلوغرام من التفاح يساوي كام؟ 297.5 دينار. تعال نشوف مسألة تانية. لو جه راح قايل لي مستطيل طوله 24 سنتيمتر وعرضه 9.5 سنتيمتر، اوجد مساحتهم. اروح سأل نفسي سؤال مهم جدا، انا عايز اجيب ايه؟ مساحة المستطيل. اروح سأل نفسي سؤال، القانون بتاع مساحة المستطيل ايه؟ اهو لازم اعرف قانون مساحة المستطيل عشان اعرف اجيب له المساحة. واحد هيقول لي مساحة المستطيل هتساوي الطول زائد العرض الكلي في 2، اقول له خطأ، ده محيط المستطيل. امال مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ بتساوي الطول ضرب العرض. طيب وانا هضرب ال 24 في ال 9.5 او ال 9.5 في ال 24 مش هتفرق، حطيت ال 24 فوق حطيتها تحت مش هتفرق معايا حاجه، بس انا هحط لك ال 9.5 فوق عشان زي ما انت متعود بتحط العدد الكلي تحت عشان ما تلخبطش نفسك. يبقى اهو 9.5 عايز اضربها في 24. تعال نضرب مع بعض خطوه خطوه. اقول 5 في 4 يبقوا كام؟ ب 20. برافو عليكم. صفر ومعايا الاثنين. 9 في 4 او 4 في 9 يبقوا كام؟ 36، ومعايا 2 يبقوا 38. كده انا انتهيت من الضرب في الاحاد، اروح ضارب في العشرات. وقبل ما اضرب في العشرات زي ما احنا فاهمين احط صفر تحت الاحاد. اضرب معايا 5 في 2 يبقى 10، صفر ومعايا الواحد. 9 في 2 18، برافو عليكم، معايا 1 يبقوا 19. اجمع دول معايا. ادي الصفر هينزل،
8 زائد 0 تنزل 8. 3 زائد 9 يديني 12، يبقى 2 معايا الواحد. احط الواحد على الواحد بقوا 2. احط العلامة العشرية فين؟ برافو عليكم، بعد رقم واحد. هاي العلامة العشرية عشان برضو الناس اللي مش واخدة بالها، مد من الارقام من اليمين بعد رقم واحد حط العلامة، يبقى اتحط بعد رقم واحد. يبقى اروح قايل له مساحة المستطيل تساوي كام؟ 228. طب واحد يقول لي في بوينت وعلامه زيرو بعدها، اقول له ما هو البوينت والزيرو بعدها ما لهمش قيمه، لان ما دام بعد العلامه العشريه في زيرو مش هيحسب اي حاجه، يبقى الناتج 228 بس. 228. اقول له ايه التمييز بتاعها؟ سنتيمتر بس. خطا، دي مساحه، يبقى لازم احط ايه؟ سنتيمتر مربع، لان احنا عارفين وفاهمين ان المساحه وحده مربعه. يبقى احنا فهمنا دلوقتي لو انا عندي مساله لفظيه انا بعملها اشوفها، لو كانت ضرب بعملها بالضرب العادي خالص ما فيش فيها اي مشكله. لو انا قال لي اذا كان ثمن شراء الكراسه الواحده 1.225 دينار، اوجد ثمن شراء 53 كراسة من نفس النوع. احنا اتفقنا ان لو اداني ثمن الحاجة الواحدة وانا عايز اجيب ثمن حاجة بضرب، يبقى 1 و225 عايز اضربها في 53. طبعا زي ما احنا متفقين بعتبر العلامة العشرية كأنها مش موجودة، اضرب في الاحاد. يبقى 5 في 3 ب15، 5 معايا الواحد، 2 في 3 ب6 معايا واحد يبقوا 7، 2 في 3 ب6، 1 في 3 ب3. كده انتهيت من الاحاد. اروح حاطط صفر زي ما احنا متفقين وهضرب فين؟ في العشرات. عندي 5 في 5 ب25، يبقى 5 معايا الاثنين، 2 في 5 ب10 واتنين 12، يبقى 2 معايا الواحد، 2 في 5 ب10 ومعايا واحد يبقى 11، يبقى واحد ومعايا الواحد، 1 في 5 ب5 ب1 6. اجمع الخمسة تنزل، 5 و7 يبقى 12، يبقى 2 معايا الواحد، 6 و1 7، 7 و2 9، 3 و1 4، والستة تنزل. العلامة العشرية بعد كام رقم؟ تعال نشوف كده، ادي 1 2 3 اهو. عد 3 ارقام، ادي 1 2 3، اتحط فين؟ اهي. يبقى اروح قايل له ثمن شراء 53 كراسة، او اقول له ثمن شراء الكراسات 64.925 من 1000، او 64.925 من 1000 دينار. يبقى احنا كده فهمنا مع بعض ان انا عندي لو انا بضرب في عدد كل مكون من رقمين، بضرب في عدد كل مكون من رقمين، بضرب في الاحاد، وبعد كده بضرب في ايه؟ في العشرات، واجمع زي ما احنا شفنا دلوقتي. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، وما ننساش الواجب مع بعض. يبقى الواجب حل تمارين ضرب عدد 10 في عدد كل مكون من رقمين في كتاب التدريبات. ونتمنى لكم جميعا التوفيق باذن الله، وتحوزوا على اعلى التوفيق والتمنيات باذن الله. وما ننساش نحل الواجب عشان نكون متابعين المسائل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.